بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، سورة البقرة أطول سورة في القرآن آيات ونزول، عد آياتها على مصحف الكوفيين 86 آية، وعلى مصحف المدنيين كما في رواية قالون ورش عن نافع المدني رحمة الله على الجميع 85 آية. ومن حيث النزول، استمر نزولها 10 سنين، أي مدة بقاء النبي في المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولها من الفضائل والمناقب والفوائد الشيء الكثير الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حيث السورة ومن حيث الآيات ذكر في فضلها أحاديث كثر، فها هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في الصحيح: تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، أو قال غيايتان من طير صواف، يعني مصطفى هذه الطيور، تحاجان عن صاحبهما. ثم زاد للبقرة شيئا فقال عليه الصلاة والسلام: البقرة أخذها بركة. ولما تأتي النكرة في سياق العموم أو في سياق الخبر وفي سياق الطلب تدل على العموم، يعني بركة من جميع جوانبها وأجزائها. ثم قال: وتركها حسرة، يعني أيضا حسرة من جميع أنواع الحسرات المادية والمعنوية والدنيوية والأخروية. ثم زاد شيئا يحتاجه الناس ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. ومسألة السحر من المسائل العظيمة أيها الكرام المباركون، وهو انتشر بين المسلمين عافانا الله وإياكم. اليوم سبحان الله الشيخ لما قرأ الآية أنا تعجبت، اليوم ونحن في جلسة من العصر إلى قبيل المغرب مع أحد الناس أتى من منطقة ما وهو مسحور سحر مأكول عافانا الله وإياكم. القضية ليست في هنا، إن الله خلق الدواء خارق الدواء، لكن في مسألة أنا أبثها في أذنكم وأذني. المشي البطال ما ينفع يا أخوان، خذها قاعدة والله العظيم: لا يجمع الغنى مع الزنا عافانا الله وإياكم. الناس الكبار قالوا هالمثل، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري، من اسم موصول بمعنى الذي عند الأصوليين يدل على العموم، يدخل فيه الغني والفقير والكبير والصغير. أعرض فعل ماضي يبني على الفتح، عن حرف جر ذكري نكرة في سياق جملة الشرط تدل على العموم، كل ذكر الله عز وجل تعرض عنه. وإن كنت تملك الدنيا بين يديك فالجزاء جواب الشرط، فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عطية وغير واحد: ومن يتأمل هذه الكلمة يجد فيها من قوة الحروف، حرف الضاد أقوى الحروف في اللغة العربية، ولذلك يسمونها لغة إيش؟ لغة الضاد. ويجد فيها من مستفر الحروف حرف إيش؟ حرف الكاف من حروف الاستفال. ويجمع بينهما ما يكون من الإخفاء، ضنك، النون هنا ساكنة، للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني. قال: وفيها دلالة على أن الذي يعرض عن الذكر تصيبه الشدة والهوان والسفال في حياته. دلالات اللغة هذه تجده عند التفسير التحليلي، عند طالب بن عاشور في التحليل والتنوير، عند ابن عطية في المحرر الوجيز، عند الجوزي في زاد
المسير ومن غيرها من كتب التفسير التي اهتمت بما يسمى التفسير التحليلي، وهو أنه يغوص في الآيات وفي دلالات هذه الآيات. ثم يأتي يوم القيامة يتعجب ويقول: ربي ومن أعرض عن ذلك فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يتعجب هنا الآن، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. انظر هنا إلى الإجابة التي ينبغي أن تقف عندها. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما تأتيك الآيات أخي الحبيب: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا الشاب مرتان يتزوج ويطلق، وتزوج من خير نساء الدنيا. الأولى ما قعد معها 3 شهور، والثانية ما قعد معها 2 سنين. لا يمكن أن يكون العيب هنا في تلك العوائل والنساء. فقال صاحبه، قال: يا شيخ هذا كل 6 شهور 7 شهور هو برا، ماذا يفعل؟ قال: يفعل كل ما تعرفه من الفحش والعياذ بالله. لا، ما نعرف، الله يعافينا ولا نبغى نعرف. فما هي النتيجة؟ أن وضع له السحر في شرابه وطعامه، عافنا الله وإياكم. والسحر لا ينكره إلا الزنادقة كمعتزلة وغيرهم، والسحر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعهم. فسورة البقرة سورة عظيمة ولا تستطيعها البطلة. ولذلك تجد من سورة البقرة كما يقول بعض أهل العلم: ولك أن تقرأها كلها من باب إيش؟ من باب الرقية، لأن النبي قال: أخذها بركة. وكلمة أخذها الفعل هذا أو هذا الابتداء في المصدر، أخذ يأخذ أخذا، يدل على الجزء والكل. وإن كان بعض أهل العلم قال: لا يعتد بفعل ذلك، والقول الأول بالاعتداد أقرب لعموم النص والدليل. سورة البقرة أخي المبارك الكريم التي فيها الخلق، الله عز وجل ضرب أمثلة في الإحياء والإماتة في سورة البقرة. وقبل ذلك أول أمر فيها، بل أول أمر في القرآن قاطبة، الآية 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي الآية 22: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول أمر بإفراد الله بالعبادة التوحيد، حق الله على العبيد. وأول نهي بنفي الشرك. لن يستقيم لك حال في الدنيا إلا أن تحقق النفي والإثبات. ثم جعل الله عز وجل فيها آية من أعظم الآيات، بل هي أعظم آية في القرآن، كما في حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح: أي آية في القرآن معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذه كنيته رضي الله عنه وأرضاه. إيش هو النفي والإثبات؟ لا إله هذا إيش؟ نفي. إلا الله هذا إيش؟ إثبات. كيف تطبقه على القرآن؟ خلينا نأخذ سورة آية الكرسي: الله لا إله هذا إيش؟ نفي. الله لا إله إلا هو هذا إيش؟ إثبات. الحي القيوم هذا إيش؟ إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إيش؟ إثبات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه، نفي. إلا بما شاء، إثبات. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات. ولا يؤوده حفظهما، نفي. وهو العلي العظيم، إثبات. هذا هو الإثبات والنفي. لما يقول لك نفي وإثبات، هذا هو النفي والإثبات. ولذلك هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي أعظم آية فين؟
أعظم آية في القرآن. ولذلك لما تأتي في الإحياء والإماتة تجد أن الله تبارك وتعالى ضرب المثال فجعل ذلك في قصة موسى مع قومه، كما في الصحيح أن رجل قتل في بني إسرائيل فاختصموا في من الذي قتله، جحد اليهود عليهم لعنة الله، كل واحد جحد الدم، لا مو نحن مو نحن مو نحن، فيفزع هنا موسى كليم الرحمن إلى الرحمن فيأمره الباري تبارك وتعالى أن أؤمر قومك أن يذبحوا بقرة، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نكرة تدل إن لو جابوا أي بقرة فإنها إيش تجزي. فهنا من عادتهم ومن بلائهم جلسوا يشددوا يزعمون أنهم يعجزون نبي الله، فشدد الله عز وجل عليهم قالوا أتتخذون هزوا، وفي رواية هزؤا وفي رواية هزا، وكلها تدل على الرجة، الهاء والزاء معنى لغة وصعد عند ابن فارس تدل على الارتجاج، ارتجاج فين؟ في الفكر. ويعقبه أحيانا ما يسمى بالبادي لانجويج، اهتزاز فيش في لغة الجسد، تتهز عليه يسوي لك كده غير يحرر لك لفيش في جسده. هنا النبي مؤدب رضي الله عليه الصلاة والسلام، وما دخل معهم في فساد حوارهم، لأنه لابد أن يرتقي طالب العلم في مثل هذه المحاورات من باب أولى. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما يستهزئ بالله وآياته إلا من هو إيش؟ من هو جاهل. أنا نبي مكلم، ربنا أمر جيت أمرتكم. قالوا طيب طالما أنك قلت ذلك، قال أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة شارف ولا هي صغيرة، عوان بين ذلك، تفعلوا ما تؤمرون. أرضوا يشددوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، لكن أضاف إضافة مهمة، لأن اللون الأصفر الفاقع يؤذي إيش؟ العين. قال تسر الناظرين. أطباء النفسية في بعض البلدان يسمون مستشفى المجانين السرايا إيش؟ الصفرة. ليش يعملونها painting with، ليش عطولها طلاء باللون الأصفر تعرفون؟ قالوا لأن اللون الأصفر لون مسرة للمجانين، عافنا الله وإياكم. تسر الناظرين، عرفتوا ليش؟ مو أي لون، مثل اللون الأحمر عند الثيران، ماذا الأخضر عند الثيران وش يسوي لها؟ ليش الثور يا إخوان الله يعافينا وإياكم يسمون الماتادورز في أسبانيا اللي هي مصارعة الثيران، وهذا لا يجوز. أين دعاة الرفق بيش بالحيوان؟ والنبي عند مسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ماذا يفعلون بالثيران؟ يجوعونها ثم يدخلونها إلى الحلبة، ويكون المتدرز هذا اللي يصارع الثيران يمسك في يده إيش؟ ملاءة حمراء، لأن الثور عنده عمى ألوان، يشوف الأحمر أخضر فيعتقد أنها إيش؟ أنها عشب، فيظل يجري وراه ويجري وراه، وذاك يقعد يعذبه ويضربه كما عافانا الله وإياكم تعرفونها جميعا. لذلك اللي عنده عامة ألوان ينتبه في الإشارة، الله يرضى عليكم، ما يجيب لنا ساهر يجيب لنا العيد، ينتبه في مثل هذا، إلا عاد يحفظها بالترتيب، صح ولا لا؟ إن اللي فوق أحمر، اللي فوق أحمر ولا أخضر، إن اللي فوق خلاص إذا أضاءت معناها نوقف السيارة. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين وعافي كل مبتلى، الحمد لله عافانا من مبتلى به كثيرا من خلفه. لكن هذا يسمى عمى إيش؟ عمى الألوان، الله يعافينا، نعم البصر هذا، فلا تجعلوا فيما حرم الله عز وجل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن أدونا مصدر مؤول، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال مجاهد وغير واحد عن ابن عباس كما نقل الطبري وغير واحد قال لو لم يقدموا المشيئة وطلب الهداية لظلوا حائرين الدهر كله، وإن إن شاء الله لمهتدون. فوجدوها عند أيتام فباعوها لهم في روايتين
إما بملء إهابها ذهبا، يعني ملء الجلد حقها، أو بوزنها ذهبا، وفي كلتا الحالتين والله خسارة كبيرة هذه. ولا تجد أنهم أحرص الناس بجلد وبقلاق الهدول، أحرص الناس على إيش؟ على حياة والعذوة. الريال ما يبغى يدفعه، لكن هذا جزاء من يشدد في الدين فيشدد الله عز وجل عليه. فقلنا اضربوه بعض كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته إلى غير ذلك من القصة. فلما استيقظ قال الذي قتلني ابن أخي، لأن الرجل كان عنده بنت وما كان عنده إلا هذه البنت، وسيأتي الميراث له إن قتل، والولد تزوج هذه البنت، فإن قتلها يأتيه الميراث. فاستعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بيش؟ بحرمانه. ومن القصص في الإحياء والإماتة في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. العزير لما مر على بيت المقدس لما بخت نصر فعل فيها ما فعل، فأماته الله 100 عام ثم قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لماذا؟ قال أهل التفسير لأن الله قبض روحه في وقت ضحى، ورد عليه روحه قبل غروب شمس، فقال يوم أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. ثم ضمن القصة الثالثة في الإحياء والإماتة اللي هو الحمار حقه كرمكم الله. فالله عز وجل جمع له بين الضدين، جمع له بين الذي يتسنه ويفسد في يوم وليلة فبقي كما هو. والله هو الذي يجمع مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الله يجمع بين الضدين والشتيتين، هو على كل شيء قدير تبارك وتعالى. ثم بين له هذا الذي أصبح عظاما، والدابة إذا أصبحت عظاما معناها أنها مكثت فترة إيش؟ طويلة لكي تتحلل، أليس كذلك؟ بلى. قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي رواية ننشرها. ما الفرق بين النشر والنشز؟ وهذا مبحث جميل بعنوان أثر القراءات في تصحيح وترسيخ العقيدة والفقه. النشز كل مرتفع من الأرض يسمى نشز، يسمى نشز. والنشر هو الخلق، فالله يخلق العظام ثم يجعل اللحم يعلوها. عرفنا كيف ننشرها وننشزها. والمرأة تسمى ناشزا إذا إيش؟ إذا ارتفعت على زوجها بسوء خلق. وقال عليه الصلاة والسلام للمسافر وأن تكبر عند كل نشز من الأرض، يعني عند كل إيش؟ كل ما ارتفعت في عقبة كده تقول إيش؟ الله أكبر. وكلما نزلت واديا تقول سبحان الله. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو الإعجاز، وهذه هي الآيات، وهذه قصة الإحياء والإماتة في سورة إيش؟ في سورة البقرة. ومن تمام الإحياء والإماتة أن المسحور والعياذ بالله عفانا الله وإياكم هو تجده يمشي بين الناس وميت في داخله مما يعاني من أذية هذا السحر. قال ابن فارس والسين والحاء والراء المهملات معنى لغوي صحيح لكل ما خف ودق ولطف. وأصلها حينما أقول لبس الرجل ثوبا ساحرا، عارفين يعني ثوب ساحر؟ يعني لا يشف ما تحته، كل ثوب أبرز ما تحته يسمى ثوب إيش؟ ساحر. يعني البشت لما تقول واحد لابس بشت وهو من فوقه تشوف الشماغ وتشوف الثوب نقول عليه بشت إيش؟ ساحر. هذه معنى أصل الكلمة فين؟ في السين والحاء وراء. والسحر أنواع، منه ما يكون كفرا أكبر كمن يعني يعتمد على الشياطين والجن والعياذ بالله، ومنها ما يكون من الشرك الأصغر كمن يستقسم كمن يعتد بالنجوم سببا ليست أصلا. وعلى كل حال ومنه ما هو مباح وهو سحر حلال وهو سحر الزوجين، اللي المرأة تتكلم مع إيش؟
مع زوجها إن من البيان لسحر لو سحر البيان، أما ما يسمى الآن بسحر العطف والصرف وهو نوعان منه، وهو أن المرأة تصنع أو زيدا أو عمرا أو عمرة أو حفصة تصنع سحرا لزيد أو لعمر من باب صرفه عنها أو من باب عطفه إليها، هذا حرام ولا يجوز، يسمى سحر الصرف، الصرف وإيش والعطف. ومما جاء في فتاوى النجدية وغيرها أن رجلا أن امرأة صنعت سحرا لزوجها ثم بعد ذلك تابت إلى الله عز وجل فألقت ذلك السحر إلى الداجن إلى الشاة، عندها شاة كده فقام أكلتها إيش السحر هذا، فأصبحت الشاة تتبعها في كل الحظيرة، صرفت الشاة إليها سبحان الله، فما كان منها إلا أن قالت لزوجها يوما حتى لا ينكشف أمرها، لما الزوج قال إيش حكاية الشاة هذه كل من ما كانت تسوي كده والآن هي وراك في كل مكان، قالت لو ذبحناها وأكلناها لكان خيرا، فكنا منها ومن قروشتها هذه اللي تعبتنا في مثل هذه الأمور. وحد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف كما صح ذلك في الحديث، ولقد قتل عمر وحفصة وزيد الخير وجندب الخير من سحر حفصة، قتلت امرأة سحرتها وعمر كذلك، وجندب الخير كان في مجلس عند أمير المؤمنين عبد الملك، فإذا برجل قد أتى يقلب الأشياء والأعيان فاخترط سيفه وقطع رأسه، قال إن كان صادقا فليحيي نفسه، فأقره على ذلك لما سمع وحدث بحديث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يرجع فيه إلى ولي الأمر، ومنهم من قال هل الساحر يستتاب، وفيه قولان مشهوران لأهل العلم وما يعلمان من أحد حتى يقول أنا ما نحن فتنة فلا تكفر. وأعلى ما يكون من السحر هو إفساد البيت المسلم، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إن في الصحيح إن إبليس ينشر جنوده على الماء ثم يأتون إليه في آخر اليوم فيقول ماذا فعل، قال ما تركته حتى قتل صاحبه، وما تركته حتى آذى جاره، فيطردهم ويقول روح ما ينفع، ثم يأتيه البعيد عافانا الله ويقال ما تركته حتى طلق زوجه، قال أنت مني، ثم يلتزمه، قال له أنت المفروض، هذا اللي احنا نبغاه، لأن في كل بيت يفشل فيه الزوج والزوجة اعلم أن حيكون عندنا مشكلة اجتماعية كبيرة جدا جدا، من يربي الأبناء، من يقوم عليهم. ومن ضمن القصص التي تكون في ذلك أن طالبا كان طالب ابتدائي كان يرى في الفصل ذاهلا ما يركز مؤذي في الفصل، فقام أحد المعلمين سبحان الله وأتى به وجلس يقرأ عليه، قال حتى خرج الدخان من رأسه. فلذلك يا إخواني يا أحبابي إني لكم ناصح ولنفسي كذلك، أعلم الأولاد أذكار الصباح والمساء، أنت وكذا بعد ما تصلي الفجر يرجع البيت وهذا أذكار الصباح، والله أنا أشيلها في جيبي عشان ما لا أنسى، أنت جزاك الله خير تسويها بهذه الصورة جزاك الله خير، وتبعد تقراها عليهم ويدروها عليك ويرددوا وراءك، اهتم مثل هذا الولد. هذا طبعا لما جاء عمه لأن أباه مطلق وكذا أمه، فكان يقول هذا الولد يعني سبحان الله يعني ما حرصنا على الأذكار ولا التحصينات ولا الأمور، تحصينات أمر مهم يا إخواني، أمر مهم يا رعاكم الله، علموا الأولاد. وأنت ماشي في السيارة تودي أولادك المدرسة الصباح جزاك الله خير، إن ذهلتم عنها بعد الفجر ووقت الفجر أفضل من الفجر إلى شروق الشمس، خلي واحد من الأولاد يقرأ وهم يرددون إيش يرددوا أذكار الصباح حتى يحفظوها بعد ذلك، هذا الترداد من أجل التعلم، وإلا فالأصل فيها بدعة. نعلم أولادنا الأذكار، نعلم أولادنا دعاء دخول الخلاء، نعلم أولادنا كيف نتعامل مع الحمام، الحمام مش مكان أغاني جزاك الله خير، في الحمام تقعد تقول لي تنفس تحت الماء إني أغرق أغرق أغرق، الله يرضى عليك، مو مكان أغاني، تغرق مين الله يجدينا وياك. كم من إنسان فعل ذلك فلبط في مكانه، شلوا يدوروا على من يرقيه، يا أخي الحمام مكان تدخل برجلك الشمال تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكور الجن وإناثهم، ولما تخرج تقول غفرانك، أما الحمد لله الذي أبعد عن الأذى وعفاني ولا شفيتم. كل دي بدأ زي بعض الناس بعد ما يتوضى يقول له زمزم، يقول له جمعنا، من فين جبت هذه؟ من أبو دلام العلامة، من وين جبت هذه؟ ودحين جينا في شهر رجب تلقى الناس يقوم ماغطها رجب مع شعبان صيام، هذه كلها بدعة جزاك الله خير. لم يصح في فضل شهر رجب حديث،
لا عمرة ولا حل ولا صيام ولا إطعام ولا ليلة إسراء ومعراج ولا شيء أبد، حتى في مسألة العتيرة وهي الذبيحة التي تكون في شهر رجب أهل العلم فيها مختلفون، فمنهم من قال أنها مباحة مطلقة، ومنهم من قال تحرم إطلاقا، ومنهم من قال لا تحرم ولا تكره، ومنهم من قال فإنها مكروهة، أربعة أقوال. والأقرب العلم عند الله أنها منسوخة، أنها منسوخة بحديث لا فرع ولا عتيرة في الصحيح، والفرع أنهم كانوا يذبحون أول نتاج الناقة أو الدابة يقربونه لآلهتهم، والعتيرة هي تلك الذبيحة الرجبية التي تكون في أول شهر رجب. ثم يأتيك شعبان، الله يبلغنا وإياكم، حديث أسامة بن زيد إني أراك تصوم شهرا تكثر منه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. مش هذا اللي بيحصل عندنا يا أخوان؟ يعني إجازة ولا في سفر ولا في كذا ترفع فيه الأعمال شهر كامل، نحن في الأسبوع ترفع مرتان اثنين والخميس، في اليوم مرتان فجر والعصر، لكن وفي رمضان في ليلة القدر رفع السنوي، عندك شهر كامل ترفع فيه الأعمال. قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الوقت المحدد لنا انتهى، فلا نريد أن نطيل، فنبغى نتكلم عن الناسخ والمنسوخ، لكن إن شاء الله في مجلس آخر فترة أخرى الشيخ يعيد لنا فيها في يوم تاني كده، نتكلم عن الناسخ والمنسوخ وهو فيه ما فيه من دلالة الشريعة ولطفها وتيسيرها. اللهم وفقنا لكل خير وأعنا على كل بر ونجنا وإياكم من كل سوء شر. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم ارحم آبانا كما ربونا صغارا. اللهم سلمنا لرمضان وبلغنا إياه وأنت راض عنا يا عزيز يا رحمن، تسلمه منا متقبلا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آبانا كما ربونا صغارا. اللهم أطل عمر من حي منهم على الطاعة، واجعل من مات منهم في جنات النعيم. اللهم اغفر لأهل هذا المسجد وأهل هذا الحي، واشرح صدورنا للعلم النافع والعمل الصالح. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلا والمن، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لا حاق أمر وورق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.